أخبار اليوم. في البداية عايزين نتكلم عن اختراق مصر لمجال التدريب في الملاحة الجوية. الملاحة الجوية طبعا هو أحد الأضلاع الهامة جدا في مجال الطيران المدني، وإحنا عندنا خبرات كبيرة جدا فيه. إحنا عندنا 22 مطار وخبرتنا في الملاحة الجوية كبيرة، والنهاردة بتصور نجحنا إن إحنا نتمم أول دورة تدريبية ل 34 متدرب من أفريقيا دول مختلفة. الكلام اللي قالوه الناس الحقيقة النهاردة عن الدورة وعن خبرتهم في مصر أسعدني جدا. وسام على صدرنا جميعا، الزملاء بتوعنا عملوا مجهود كويس جدا معهم، واللي أسعدني أكتر كمان كلامهم عن مصر كبلد واللي شافوه من الناس. وكسبنا النهاردة 34 سفير يتكلموا عن مصر كويس جدا في بلادهم في أفريقيا. الجديد في الملاحة الجوية، هل الجديد هو الملاحة القائمة على الأداء واستخدام الأقمار الصناعية، والجديد هو منظومة الرادارات الجديدة اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي، الجديد هو التحديث الدائم في الأجهزة والتحديث الدائم في العنصر البشري، لأن العنصر البشري لازم دايما نستثمر فيه، لأن هو ده اللي بيخلي الأجهزة تدي أفضل ما عندها. شكرا.